السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده أول مرة يجي لنا في القناة، ده راديو جروندج. الراديو دوت اسمه ياشت بوي ياخت بوي 1100، راديو جروندج ياخت بوي 1100. الجهاز ده وزنه كيلو 660 جرام، عرض الجهاز 20 في ارتفاع 24 في عمق 6 سنتي. اسمه ياشت بوي ياخت بوي عفوا 1100، صنع في البرتغال. ونشوفه مع بعض. This radio is Grundig model Yacht Boy 1100 multi band made in Portugal. وزارة الثقافة بالدرجة الأولى. وزارة الثقافة، لأن يعني وزارة الثقافة المفروض إنها بتجمع. واختفت الأحقاد والضغائن بين الناس، اللهم املأ قلوبنا بحبك. ما حصلش حاجة خلاص، والموضوع اتقفل. ده بالنسبة الممثل 6 على انرجي 92 بوينت. عادي والحجر بيننا ووادي القرى. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينور اعجاب حضراتكم. ده اول مره يجي لنا في القناه، ده راديو جروندك. الموديل بتاعه ياخت بوي 1100، صنع في البرتغال. الجهاز الموديل بتاعه اهوت 1100، صنع في البرتغال. اول مره يجي لنا في القناه، ان شاء الله الفيديو ينور اعجاب حضراتكم. ونتقابل فيديو جديد. ديت ساعه تايمر لفصل الجهاز او تشغيله اهيت.